بداية أخبارنا طبعا من عند نادينا، أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور خطابا رسميا اليوم إلى وزارة الشباب والرياضة، يطالب فيه بنقل مباراة القمة أمام الأهلي غدا باستاد السلام، وطالب الزمالك من وزير الشباب والرياضة ضرورة إقامة مباراة القمة بدون جماهير، حيث سيسمح للنادي الأهلي بدخول حوالي 4000 مشجع والزمالك حوالي 1500 مشجع، وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، لا سيما وأنه سبق وأن أقيمت مباراة الزمالك والأهلي في الدور الأول بلا جمهور وعلى استاد القاهرة. وشدد الزمالك في خطابه على أن هذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، لأن المباراة الأولى أقيمت بدون جماهير، كما أن الملعب الرئيسي الذي يستقبل مباريات الفريقين هو استاد القاهرة الذي أقيمت عليه مباراة الدور الأول.